أهلا بكم في مال وأعمال، أنا دينا سالم. اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وسوف تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء مقار متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة. وأكد ترامب أن بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط من شأنه النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وتوثيق العلاقات بين الشعوب. هذا وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية إنه تابع باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما ثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار للمنطقة. على جانب آخر، أشاد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بالاتفاق الثلاثي مؤكداً أن الاتفاق سيسهم في وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة له على تويتر أن هذا اليوم يعد تاريخياً. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في القطاعات كافة بجميع أنحاء الجمهورية. وخلال اجتماع الرئيس بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، شهد الاجتماع استعراض عدد من المحاور التنفيذية الخاصة بمشروعات الحديد والصلب إلى جانب جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي وفي هذا وأيضا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية بالإضافة إلى تذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة. هذا واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى جهود النهوض بالصناعات التراثية. وجه الرئيس بالاستمرار في دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل. أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل إلى جنوب السودان في زيارة هامة. ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير أكد فيها على قوة ومتانة العلاقات بين مصر وجنوب السودان. وقد تضمنت مباحثات رئيس المخابرات العامة خلال زيارته لجنوب السودان لقاء مطولا مع رئيس سلفا كير ونائبه الأول رياك ماشار وعدد من المسؤولين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة الصحة هالة زايد بتقديم سبل الدعم الطبي اللازم لدولة جنوب السودان. وافتتح رئيس المخابرات العامة ووزيرة الصحة
وبرفقتهما عدد من المسؤولين المركز الطبي الجديد بعاصمة جنوب السودان وسط ترحيب كبير من المواطنين والمسؤولين هناك. وتعهدت وزيرة الصحة بتقديم مزيد من الدعم الطبي لجنوب السودان خاصة في مكافحة فيروس سي وفيروس بي وفيروس كورونا. كما تقدمت وزيرة الصحة ونظيرتها في جنوب السودان تفقدت عددا من المراكز الطبية بالعاصمة الجنوب السودانية بما في ذلك مركز الكلى المصري ومستشفى جوبا التعليمي. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة زارو للاستثمار المباشر سامح شنودة عن نية الشركة تعزيز حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركة تستثمر وتدير مشروعات في مجالات المياه والكهرباء وخطوط البترول، كما أنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في مصر خلال العام الحالي. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بجميع الاستثمارات الجديدة التي تضخها الشركات سواء المحلية أو الأجنبية العاملة بمصر في مجالات البنية الأساسية. 6 سنوات حققت فيها مصر إنجازات في زمن قياسي، وربما كانت تتطلب سنوات لإتمامها، إلا أن القيادة السياسية حرصت على النهوض بأركان الدولة وتنفيذ خطط التنمية في أسرع وقت. نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر. مساء الخير دكتور ماجد، وبداية عديد من الإصلاحات الاقتصادية اتخذتها مصر، وكانت يعني إصلاحات قاسية ربما في بدايتها، لكنها وضعتنا على الطريق الصحيح وفقا لتحليل ودراسات كثير من الباحثين الاقتصاديين. كيف تقيم ما تم حتى الآن وانعكاسه على الأرض؟ مساء الخير استاذة دينا، بشكر حضرتك على استضافتي، ويعني اسمحي لي ابدا من حيث بدايه الاصلاح الاقتصادي. بدايه الاصلاح الاقتصادي الدوله وضعت خطه حاسمه وقاسيه احيانا او جريئه للقضاء على الاختلالات الهيكليه التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى سنوات طويله. في نوفمبر وبرنامج الاقتصادي والخطوات المسبقة أو الاتباقية التي اتخذتها الدولة فيما يتعلق بسواء ترشيد الإنفاق أو دعم الطاقة أو البنية التحتية والبنية الأساسية وتشجيع الاستثمارات العربية والمحلية والأجنبية، لا شك أن في فترة 6 سنوات حصل تحول كبير جدا في مركز مصر في العالم أولا، ثانيا مركز مصر الاقتصادي الداخلي والمؤشرات الاقتصادية الكلية. لو تطرقنا إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم تنفيذه من مراحل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على القرض الأول اللي كان 12 مليار دولار، لا شك أن هذه الهيئة حينما تقرض تراقب وتعطي القرض على مراحل للتأكد من الالتزام بتنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي. وبالتالي ما تم إنجازه في هذه الفترة من مشروعات ضخمة وعملاقة أو الميجا بروجكت في فترات زمنية قياسية، على سبيل المثال لتوضيح للسادة المشاهدين، قناة السويس الجديدة، قناة السويس الجديدة كان مخطط لها 3 سنوات، تم تنفيذ هذا المشروع وافتتاحه في سنة واحدة. ما هي الفوائد التي عادت من هذا المشروع؟ الفوائد كثيرة، وأولها تخفيض الفترة الزمنية لانتظار السفن والحاويات الضخمة، زيادة الأعماق وبالتالي مرور الحاويات السفن الضخمة جدا، أيضا إنشاء الموانئ اللوجستية وهي يعني هامة جدا للموارد الاقتصادية للدولة. طيب
بالنسبة لما يتعلق بما تم في 6 سنوات من إصلاحات، تطرقنا إلى مشروع قناة السويس الجديدة وما تم إنجازه فيه. أيضا لو نظرنا إلى البنية التحتية والبنية الأساسية، ما تم إنجازه في هذه الفترة الزمنية يعتبر إنجاز تاريخي. بمعنى نرى جميعا الطرق والتباري والأنفاق ووصول المرافق من غاز ومياه وكهرباء وصرف صحي إلى أماكن لم تكن تصل إليها بالقبل، إنشاء ما يزيد عن 14 مدينة جديدة، وبالتالي الخروج من زحام وسط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة. نعم. أيضا ما تم من أنفاق لتأمين الوضع الأمني لمصر، ما يربط في شبه جزيرة سيناء وجنوب سيناء وشمال سيناء، لأن الاستثمارات والاستثمار بصفة عامة ورأس المال بطبيعته جبان، لا يذهب إلى الأماكن التي فيها عدم استقرار سياسي أو أمني. من حظ مصر أن الله سبحانه وتعالى في ظل القيادة السياسية خرجنا من هذه المحنة التي مر بها بلدان كثيرة عربية نراها حولنا. ماذا حدث؟ هو التركيز على الجانب الأمني، وبالتالي الجانب الأمني واستقرار السياسة والأمن هو باعث لاستثمارات عربية وأجنبية كثيرة إلى مصر في الفترة الأخيرة. دكتور ماجد، إلى أي مدى ساعدتنا الإصلاحات الاقتصادية في امتصاص أزمة فيروس كورونا؟ لا شك أن ما تم تنفيذه من خطوات استباقية في برنامج الإصلاح الاقتصادي حمانا أو أعطانا ما يسمى بدرع واقي من الآثار السلبية الكبيرة التي عانت منها بعض الدول. بمعنى أن ما تم تنفيذه من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، رقم واحد، أولا الحمد لله لم نعاني من نقص في السلع والمواد الغذائية الرئيسية الأساسية، رغم أن عجلة الإنتاج توقفت في دول كثيرة جدا ولدينا، ولكن المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية والسلع الغذائية كان له أثر كبير في وجود فائض منه، وبالتالي لم نعاني من هذا العجز. ثانيا، البرنامج الإصلاح الاقتصادي كان بمثابة الدرع الواقي من الآثار السلبية التي يمكن أن يعاني منها الاقتصاد بشكل كبير جدا، ألا وهي برنامج الإصلاح الاقتصادي في الاعتبار رفع دعم الوقود والطاقة تدريجيا، وبالتالي تخفيف العبء على كاهل الدولة، وأيضا ذهاب الدعم إلى مستحقيه، التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، وإعادة النظر في منظومة التموين أيضا كانت هامة جدا في ترشيد الاستهلاك. أيضا ما يتعلق بما تم إنجازه من تشريعات وتعديلات في القوانين، نعم، تشريعات جديدة وتعديلات في القوانين القائمة لتشجيع الاستثمار سواء كان المحلي أو العربي أو الأجنبي، لأنه لو لم المستثمر المصري يعيش أو يعمل في بلده بشكل جيد لن يأتي إلينا مستثمرين سواء عرب أو أجنبي، وبالتالي نعم. شكرا جزيلا لمشاركتك دكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر. مشاهدينا، كما تابعنا في الأخبار، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل إلى جنوب السودان في زيارة هامة، نتابع الآن المؤتمر الصحفي الخاص بذلك. أود في البداية أن أرحب بكم أصحاب المعالي والضيوف الكرام في افتتاح تطوير وتحديث المركز الطبي المصري بمدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان الشقيق. ويشرفني اليوم أصالة عن نفسي كمدير للمركز الطبي ونيابة عن طاقم العمل بالمركز أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنشاء هذا الصرح الطبي المتميز والذي يعكس عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، وحرص الدولة المصرية على المساهمة في تقديم الخدمات الطبية لشعب جنوب السودان. وفي هذا الإطار فقد تم تطوير العيادة المصرية والموجودة بمدينة جوبا منذ 12 عاما، وكانت قائمة على 3 تخصصات فقط،
لتصبح الآن المركز الطبي المصري، والذي يحتوي على 12 عيادة بثماني تخصصات مختلفة، عيادتين لكل من الأمراض الباطنة والنساء والولادة والأطفال والأسنان، وعيادة واحدة لكل من الأمراض الجلدية والتناسلية والجراحة العامة والعيون وجراحة العظام. كما تم تطوير معمل التحاليل الطبية يحتوي على أحدث الأجهزة الدقيقة والتي تساهم في سرعة ودقة اكتشاف الأمراض المختلفة. كما تم أيضا تزويد المركز بجهاز أشعة حديث يقوم على عمل جميع أنواع الأشعات، مما يعد إضافة مميزة تساعد على التشخيص الدقيق للمرض. وقد تم توسعه الصيدليه في المركز لتحتوي على جميع انواع الادويه اللازمه لتقديم العلاج المناسب، وكل هذا بهدف تقديم خدمات طبيه رفيعه المستوى باسعار رمزيه. وفي النهايه لا يسعني الا ان اتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لتلبيتكم دعوه حضور افتتاح هذا المركز الطبي. لعله لا يخفي على سيادتكم الأهمية التي توليها مصر لعلاقتها بالأشقاء في جنوب السودان، فهي بمثابة أرض التواصل بين شمال القارة الإفريقية وجنوبها، وهو ما حرصت عليه مصر دوما لدفعه على مدار السنوات السابقة. لقد بذلت مصر منذ اعترافها وترحيبها بدولة الجنوب الوليدة وقبل ذلك كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء في جنوب السودان الشقيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، اعترافا منها بأهمية تطوير الجنوب وضرورة العمل على تنميته والإسهام في تحقيق السلام الشامل والعادل في ربوعه. ويعد المجال الإنساني والتنموي أحد ركائز الاستراتيجية المصرية الشاملة لدعم جنوب السودان، حيث عملت مصر منذ استقلال الجنوب على تقديم المساعدات الطبية للأشقاء في جنوب السودان، والتي بلغت خلال عام 2019-2020 18 طن أدوية و11 طن ألبان أطفال و11 طن أدوات ومستلزمات لمكافحة فيروس كورونا المستجد. هذا بالإضافة إلى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتوجيه الحملة الرئاسية لمكافحة الفيروسات الكبدية إلى جنوب السودان، والتي وقعت الكشف الطبي على ما يزيد على 1500 مواطن جنوبي، وقدمت ولا تزال تقدم العلاج لمن يحتاج منهم إليه، فضلا عن إيفاد الفرق والقوافل الطبية وتقديم عدد 7 أجهزة غسيل كلوي لمستشفى جوبا التعليمي وغيرها من سبل الدعم الفني والتقني للقطاع الصحي. وفي هذا السياق يأتي إنشاء المركز الطبي المصري اليوم تكليلا للجهود المصرية ولاهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصحي لدولة جنوب السودان وتقديم المساعدة الطبية اللازمة لشعبها الشقيق. فالمركز الذي تم إنشاؤه منذ عام 2008 كان مقتصرا على 3 تخصصات طبية فقط، وهو يقف أمامك اليوم وقد تم تطويره ليكون مركز طبيا متكاملا يسعى لتقديم الخدمات الطبية والصيدلانية اللازمة في مجال طب الأطفال والرمد والبطنة والجلدية والأسنان والجراحة والنساء والتوليد، تأكيدا على تثمين الدولة المصرية لعلاقتها مع جنوب السودان والدعم المستمر في شتى المجالات. السيدات والسادة الحضور، إن قارتنا الأفريقية تمر اليوم بمرحلة دقيقة في تاريخها، وهي مرحلة تتطلب تكاتف الأشقاء الأفارقة وتضامنهم لمواجهة التحديات التي تهدد القارة والعالم أجمع، وعليه فإن التعاون الاستراتيجي بين مصر وجنوب السودان يشكل مثالا حيا على التكاتف والتكامل الأفريقي ونموذجا للعلاقات المأمولة بين دول قارتنا. ختاما، فإن مصر حكومة وشعبا تؤكد على استمرار الدعم لدولة جنوب السودان لمواجهة التحديات التي تواجهها وتقديم كافة السبل التي تضمن رخاء وتحقيق السلام في جنوب السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن مصر كانت ولا تزال دولة صديقة لنا، وكل ما سنقوم به معها سنؤديه سويا، وعلينا أن نعزز هذه العلاقة الطيبة مع مصر. وأنا أعرف أن مصر تعاوننا كثيرا في مجال الصحة في نواحي عديدة، ومنها على سبيل المثال تطوير الموارد البشرية في مجال الرعاية الصحية، وأيضا من خلال توفير الأدوية التي نحتاجها في وجود جائحة كورونا. واستقبلنا العديد من المساعدات من مصر، ولهذا فإن دولة جنوب السودان تثمن هذه المساعدات وستبقى على الدوام صديقة لمصر، وسنستمر في العمل معا من أجل خير بلدينا. دور الكريم، سلام عليكم. نيابة عن السيد الرئيس، نشكر رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية بالتعاون المسير بين دولتين مصر وجنوب السودان. بدأ العيادة الطبية مصر الدول العربية بمدة طويلة بزيارة الكريم من أجل المدير العام أحمد كامل مدير جهاز الأمن والخبرات المصرية. قرر في زيارته المضى لازم يتطور العيادة لما سيف يستقبل كل أهل جنوب السودان. إحنا نيابة عن شعب جنوب السودان ورئيس الفكير ميادي نشكر مصر العربية دعمته المستمرة لجنوب السودان. بدينا في سلام من أول الدول نزل جوا دعما لسلام جنوب السودان. بدينا بمرض الذين تشر في عالم أهول الطائرات المصر العربية حملوا لإزغاء وأخوان في جنوب السودان. إحنا نشكر دور مصر كل المواطن في جنوب السودان، ونشكر الآن المدير العام جهاز أمن المخابرات بكل متابعته واهتمامه للتعامل بين جنوب السودان ومصر. مصر وجنوب السودان أشغاء وأخوان والعزغاء، يزيد العلاقة بين مصر وجنوب السودان يزيد دائما ويزيد دائما. هنا رأي الكريم الرئيس الفكير ميادين ورئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن في أجهزة الأمنية ما علينا بس مساعدات والتعاون والاستفاد من دولتين مصر وجنوب السودان. مصر بس مش بيادات، مصر في تعليم ساهم كثيرا من جنوب السودان في كل جامعات مصر العربية، وكل مصر دائما بقدم في كل خطوات دعم لجنوب السودان، اهتمامه لجنوب السودان تحت قيادة عبد الفتاح السيسي عليه تقدير من كل رئيس الفكير ميادي. احنا معكم ونزيل العلاقة مع مصر مستديمة ويزيل العلاقة معكم، ونشكركم على عيادكم المعروفة بقدم كل المواطنين في دولة جنوب السودان، وشكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فصل قصير ونتابع بعده مال وأعمال. كنوا معنا. أهلا بكم من جديد. خلال السنوات الأخيرة نهض قطاع الطاقة بشكل ملحوظ، خاصة بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني والجهود والإجراءات المتخذة لعودة الاستثمارات إلى هذا القطاع. نناقش هذا الملف مع ضيفي الدكتور حافظ سلماوي أستاذ الطاقة بجامعة الزقازيق. مساء الخير يا دكتور، وبداية برأيك ما أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة؟ مساء النور يا فندم، وتحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. إجابة على سؤال حضرتك، إحنا بنتذكر طبعا الوضع اللي كان قائم، إن إحنا كان عندنا عجز في إنتاج الطاقة. هذا العجز سواء في الكهرباء أو في الغاز اللي كان ضروري لإنتاج هذه الكهرباء، وصلنا إلى إن في حدود 10% مما يجب أن ننتجه كان ما بنقدرش ننتجه نتيجة سواء لعدم وجود الغاز أو لعدم توافر قدرات. يعني إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن تمت استثمارات، هذه الاستثمارات بلغت 17 مليار دولار في الإنتاج وحوالي 2 مليار دولار في شبكات نقل الكهرباء ومليار دولار في تحسين شبكات توزيع، وبإجمالي 20 مليار دولار.
دول عملوا ايه في قطاع الكهرباء؟ زودوا قدرات الكهرباء قرابة 29,000 ميجا وات. عشان نتخيل الرقم ده، احنا من يوم ما دخلت الكهرباء لمصر في 1895 لغاية 2014 عملنا 31,000 ميجا وات. احنا النهاردة بنتكلم قرابة 59 وشوية ألف ميجا وات، يبقى معناه ان احنا تقريبا اضفنا قدرات قد هذه. طب ده ايه الفايدة بتاعته؟ الفايدة بتاعته ان احنا عندنا كل كيلو وات ساعة ما بننتجوش معناه ان احنا بنخسر في الناتج القومي حوالي 1.5 دولار. يبقى معناها ان 10% لو كانوا استمروا معانا وما انتجناهم كان ده هيخسرنا بما معدل ان احنا بنستهلكه حوالي 20 مليار دولار في السنة كنا بنخسر. كون ان احنا قدرنا ان احنا نعوضهم فاحنا تفادينا هذه الخسارة. اضف الى هذا ان احنا نتيجة لادخال محطات جديدة ذات كفاءة مرتفعة وبالتالي كفاءة استخدامنا للوقود حسنت، بنقدر نوفر حوالي مليار دولار كل سنة كان هنحرقهم وقود ما بقيناش محتاجين ان احنا نحرقهم نتيجة لهذه القوة. طبعا اذا كان حضرتك بتتكلم على قطاع الطاقة على العموم، تم سداد مديونية مقدارها كان علينا مديونية 6.3 مليار دولار في قطاع البترول، سدد منها 5.4، ده شيء اساسي لجذب الاستثمارات واللي نتج عنها ان جات لنا استثمارات احدها حقل ظهر اللي ظهر، ناهيك طبعا عن الاستثمارات في قطاع الغاز والتاني. هذه النقطة مهمة جدا لأنه زي ما حضرتك أشرت قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المادية وسداد كل المستحقات للمستثمرين أكيد بيعطي أجواء إيجابية جدا وثقة متزايدة لدى المستثمرين الأجانب، خاصة أننا بصدد اكتشافات مرتقبة كبيرة في البحر الأحمر، وبالفعل تمت ترسية عدة مناقصات لبدء العمل هناك. كيف تنظر لهذا المحور الجديد لتنمية قطاع الطاقة في مصر، طبعا المنطقة في البحر الأحمر؟ هناك طبعا بالتأكيد منطقة واعدة سواء شرق البحر المتوسط، وأثبتت أن هي منطقة واعدة وما ظهر من حقل ظهر وما يمكن أن باقي المنطقة دي، منطقة البحر الأحمر لسه منطقة بكر، يمكن كان هناك سابق خبرة في حديث السويس في بعض اكتشافات، إنما بالتأكيد هناك مؤشرات إيجابية لإمكانية وجود استثمار. زي ما حضرتك أشرتي إن سابق بيسمونه تراك ريكورد اللي هو إن أنا بوفي في التزاماتي وإن أنا بسدد التزاماتي للمستثمرين، هذا بيكون عامل مهم جدا لجذب استثمارات ليس فقط في قطاع الطاقة وتنميته ولكن في جميع مناحي الاستثمار. أي واحد بينظر إلى الدولة اللي بيروح يستثمر فيها، هل هذه الدولة بتحترم التعاقدات بتاعتها، بتحترم التزاماتها؟ إذا كان هذا هو ما يحدث بالتأكيد هذا مؤشر إيجابي وأساسي في قرار الاستثمار لأي مستثمر. الدكتور حافظ سلماوي أستاذ الطاقة بجامعة الزقازيق، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. مشاهدينا الكرام، ونجحت الدولة أيضا في تحقيق تنمية في قطاعات مختلفة رغم التحديات، كما وفرت الحماية الاجتماعية للمواطن من خلال برامج متعددة. هذا سيكون محور حديثي مع الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم. دكتور مساء الخير، وطبعا لا يمكن أن نتحدث عن أي إنجازات اقتصادية بدون وجود غطاء اجتماعي توفره الدولة، برأيك ما أبرز ما تم على هذا الصعيد؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي أنه ما فيش أبدا هنقدر نحقق تنمية اقتصادية بدون ما تكون هناك شبكة للحماية الاجتماعية بتحاول هذه الشبكة أنها تتلقى طواقم التغيير أو الفئات غير القادرة على التحول مع التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.
مصر مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 تبنت شبكة كبيرة وعريضة للحماية الاجتماعية مرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وموجهة بشكل كبير ناحية الفئات محدودة الدخل واللي كان عددهم حوالي كان في 2015 27.8%. وجهت شبكة الحماية الاجتماعية وبدأت الأول هذه الشبكة ببرنامج تكافل وكرامة الذي تتولى تنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي، وبلغ عدد المستفيدين منه حوالي 12 مليون مواطن بما يعادل حوالي 3.6 مليون أسرة مصرية بتستفيد من هذا البرنامج. ده الدعم النقدي، وده بيمثل برنامج للدعم النقدي المشروط وغير المشروط. المشروط بالنسبة أن يشترط أن تستكمل الأسرة تعليم أولادها، سواء بياخد 80 جنيه في ابتدائي، 100 جنيه في إعدادي، 120 جنيه بالنسبة لطالب الثانوي، وبياخد معاش الأب أو الأم حوالي 450 جنيه. ده ومع الرعاية الصحية طبعا بالنسبة للأسرة، الرعاية الكاملة الصحية. وفي شق آخر طبعا سكن كريم بالنسبة للفئات التي تعيش في مسكن غير ملائم، ودول بياخدوا سكن كريم. وفي برنامج طبعا لإيجاد فرص عمل بالنسبة للفئات القادرة على العمل ولكنها لا تجد الفرصة، برنامج فرصة بيغطي هذه التكلفة. وبرنامج آخر طبعا للدعم النقدي غير المشروط، وهما ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم كما متعرف عليها حاليا، والمسلمين الذين تجاوزت أعمارهم 65 سنة. هو برنامج إذن متكامل يستطيع أن يغطي فئات سكانية عديدة. طيب لنتحدث عن بعض المؤشرات المهمة مثل التضخم والبطالة، يعني ما الذي أدى إلى تحسن هذه المؤشرات من وجهة نظرك، خاصة أننا مررنا بفترة عصيبة، فترة تحرير العملة، وكان هناك يعني حالة من عدم الاتزان في الأسعار لبعض الوقت؟ يعني كما يعني يقولون بأن التعويم الديني كان شر لابد منه، مصر أخذت برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كان قيمة بتمويل طبعا وصل حوالي 12 مليار دولار، كان قرض مصر بالنسبة لصندوق النقد الدولي كان لمدة 3 سنوات. انتهت الثلاث سنوات بأن إشادات دولية من كافة المؤسسات الاقتصادية في العالم، البنك الدولي، البنك الأفريقي، صندوق النقد الدولي، ومؤسسات اقتصادية كبيرة متعلقة بالائتمان، أشادت بأن مصر نجحت، بل أصبحت من أكثر الدول المرشحة أو أكثر سبع يعني من السبع من أكبر سبع دول في العالم مرشحة لتكون النمر الأفريقي القادم، ومن أقوى اقتصاد على 20 اقتصادي عالمي. قال في كلمة مهمة جدا أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد قادر على مقاومة العواصف العالمية التي تواجه الاقتصاديات، وبالفعل نجحت مصر في هذه التجربة مع التغيرات المناخية التي شهدتها مصر، العاصفة المناخية الشديدة في شهر مارس ثم في كورونا، أن معدل التراجع في معدل النمو لم يتجاوز 4%، بينما كان متوقع أن يتراجع الاقتصاد العالمي من 5.3% إلى 2%. قدرت مصر تحافظ على تصنيفها الائتماني في بلس، رؤية مستقبلية إيجابية، وده اللي إدى ضمانات لصندوق النقد الدولي إنه يدي مصر طبعا قرض تاني وصل إلى حوالي 8 مليار. بدأت الحد الأدنى للأجور بدأ يرتفع، كنا بنتكلم حوالي في بداية الإصلاح الاقتصادي على 1200 حد أدنى، لا وصلنا دلوقتي إلى 2000 جنيه حد أدنى بالنسبة للأجور. بيتكلم عن الشمول المالي والتأمين الصحي الشامل بالنسبة للأسر، بدأنا ببورسعيد وبنغطي 4 محافظات جديدة. معدل التضخم وصل إلى 5.3% اللي هو التضخم السنوي، وده طبعا أدى إلى ثبات الأسعار بشكل كبير جدا مع ارتفاع معدل الدخول، ده أدى إلى ثبات معدل النمو في الفقر، يعني بدل ما كان معدل الفقر بيزيد، لا احنا ابتدينا نثبت معدل النمو في الفقر مع تزايد في معدل النمو الاقتصادي على المدى القريب جدا على 2030 هيكون حدث نوع من التراجع في اعداد الفقراء، وتكون مصر استطاعت انها تتجاوز طبعا مساله الفقر بشكل كبير، لان نعم. معدل البطاله تراجع، معدل البطاله من 13.4% في 2016 بيتكلم دلوقتي عن 8.7%، وده طبعا بسبب التجمعات الاقتصادية والصناعية الكبيرة، المشروعات القومية
التي تجاوزت حوالي 1400 مشروع قومي عملاق. نعم. استوعب عدد كبير جدا من العمالة. شكرا جزيلا لمشاركتك الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم. مشاهدينا الكرام نتوقف هنا مع فاصل آخر في مال وأعمال، نعطي بعده رؤية على أداء السوق المصرية خلال الأسبوع وأيضا الأسواق العربية. كونوا دائما معنا. أهلا بكم من جديد. سمح البنك المركزي للبنوك بامتلاك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومشغلي الدفع بدون حد أقصى. وقال المركزي في خطاب موجه للبنوك إن مجلس الإدارة قرر السماح للبنوك بتملك أسهم في شركات تقديم خدمات الدفع ومشغلي الدفع الإلكتروني، وذلك في ضوء المستجدات الحالية بالقطاع المصرفي والتي نتج عنها ظهور شركات تعمل في مجال الخدمات المالية مثل شركات خدمات الدفع ومشغلي الدفع والتي تعتبر في حكم الشركات المالية. كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن استهداف الوزارة استبدال نحو 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات ميزة مجاناً. وأكد معيط أن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية. وأوضح معيط أن الخطوة تتسق مع التوجهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى مصر الرقمية، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي. وقع صندوق الإسكان الاجتماعي مع البنك العقاري المصري اتفاقية لرفع التمويل الموجه لوحدات الإسكان الاجتماعي بقيمة 2 ملياري جنيه خلال عامين. وقال مدحت أمر رئيس البنك العقاري إن الاتفاقية تستهدف تخصيص 1 مليار جنيه لمحدودي الدخل ومليار أخرى لتمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطي الدخل والمقرر طرحها من خلال الصندوق مثل مشروع دار مصر وسكن مصر وجنة. والآن نتابع أداء العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك لهذا اليوم. ننتقل لأداء البورصة المصرية التي أنهت تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع شبه جماعي. نتابع معكم مزيدا من التفاصيل عن الأداء. ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ أحمد مجدي محلل أسواق المال. أستاذ أحمد، إذا تابعنا المؤشر الرئيسي EGX 30 أنهى على صعود اليوم، يغلق يعني تحت مستوى 11,000 نقطة، لكن يعني
هناك بعض الارتفاعات، كيف تقيم الأداء بشكل عام خلال هذا الأسبوع؟ مساء الخير يا أستاذة دينا على حضرتك، ومساء الخير على السادة المشاهدين. بداية طبعا زي ما حضرتك وضحتي أن السوق المصري أغلق خلال هذا الأسبوع على ارتفاع. بداية هو افتتح الأسبوع المؤشر العام عند مستوى 10817 نقطة، وأغلق عند مستوى 10944، أقل من مستوى 11000. طبعا السوق ارتفع خلال هذا الأسبوع بما يعادل 1.17%. طبعا ارتفاع هذا الأسبوع وصلنا إلى مستوى 11000، وهو مستوى مقاومة هامة جدا للسوق المصري خلال الفترة الحالية، ولكن بالتزامن مع مستوى المقاومة هذه ما زال السوق يحاول اختراقها. ورغم عدم اختراقها للأعلى هذا الأسبوع، إلا أن المؤشر العام لم يعطي أي إشارات ضعف أو خروج رغم وصوله لمستوى المقاومة 11000 خلال هذا الأسبوع، واللي كان في بداية الأسبوع وصل ل 11048، ولكن نزل أسفل مستوى 11000 تاني، لم يستطيع الإغلاق أو الثبات أعلاها خلال هذا الأسبوع. نعم. ورغم كل ذلك ما فيش أي إشارات ضعف أو خروج على المؤشر المصري خلال هذا الأسبوع، وخاصة بعد إشادة صندوق النقد الدولي بأن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021-2022، بدءا من استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي تلقاها خلال العام الجاري إجراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وأكد نعم. وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره أيضا أن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية كافية، وأنه مع انحصار الأزمة العالمية واستمرار استقرار الاقتصاد الكلي في مصر سوف يؤدي إلى تراجع مستوى الدين الخارجي المصري إلى 21.8%. طيب. أستاذ أحمد، سريعا، المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه منذ قليل، اشرح لنا كيف ستتفاعل السوق مع هذه القرارات، أم أنه كان قرارا متوقعا؟ بالنسبة لتثبيت الفايدة، ده طبعا هيكون في صالح السوق المصري خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله، مع التحسن الاقتصادي الملموس جدا خلال الفترة اللي فاتت. كل ذلك جاء نتيجة للإجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية. ده كل ده هيؤدي إلى تدفقات نقدية جديدة خلال الفترة اللي جاية أو الربع الأخير من عام 2020 إلى السوق المصري. وبالنظره بالاشاده الصندوق النقد الدولي للتحسن الاقتصادي ايضا هيفتح مجال للتدفقات النقديه الاجنبيه، كل ذلك سيؤدي الى زياده راس المال السوقي خلال الفتره اللي جايه. واعتقد جراء كل هذه التحسنات الاقتصاديه ان السوق نعم. المصري خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله هنقدر نخترق مستوى المقاومه 11000 ونتجه نحو مستوى 11200 نقطه، والمستوى 11200 نقطه هيكون بوابه الصعود للسوق المصري خلال الربع الثاني ان شاء الله نحو نعم. مستوى المقاومه 12000. نتمنى ذلك. اشكرك شكرا جزيلا احمد مجدي، محلل اسواق المال. الى اللقاء.